نفر نفر حبيبي نفر، روح سكايب، يروح واتساب، جايني تيك توك ليش؟ ليش ما في تبني دوكمنت؟ يلا يا ربي صح صح علوش. علوش يا جالسه. علوش مسكين اخس، هذه مو حركات عنزه. بلا بلوك. كفو كفو بلكو كفو، اللي عشمنا بالفوز ويروح لازم له بلوك في جبهته. كفو كبلكو. بلكي معي، ما إلك إلا بتي. بلكي معي، اضغط على اسمه وبلكي. يلا علوش حط كومنت. لا 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 لا، تلقينا عندي. شوف التبون، التبون بالدائمين، تبون تبون بالجولة امبوسيبل. بلكي علوش راح اعطيك فرصة. لا لا تعطيني فرصة، لا تعطيني فرصة، لا خليه. لا تصيرين كذا مسكينة وتعطين فرص للي رايح والجاي، لا تعطين فرصة. بلوك، روحي توكل على الله، توكل على الله. انت تستطيعين، والله انت تستطيعين. قوي قلبك، خليه خليه جالس يكبس. يا عيال والله دعاء ترى. الحكم الاول. الحكم الاول. ايوه. اكتب مس دودو، لا مس دعاء. الحكم الاول، تعال دز اسد. ايوه بكره رايحه البحر. والله تراكبات الحياه كلها في الجمله دي طلعت يا اخوان. لا تشوفونها وهي قالت تعال دز اسد، كيف قالتها؟ ابي بكره اعزم عمار. دز دز اسد، تعزمينه من اسدي. ايش ايش اخذ من كريشاتي، ابيع كليتي، ابيع كليتي يا الوجه، ابيع كليتي يعني. اني مسكين، اعزمني اليوم اكل عراقي، اروح اعزمه اكل مغربي. تز تز اسد. الحكم الثاني. يومين وانا اتهور اتهرب، قولي تعزمينا، قولي عزمنا انت الاول نشوف الاكل. الحكم الثاني. الحكم الثاني والله بسيط، اكتب دودو الحلوة الجميلة في البحر. أرحب سسبشيوس الشيخ، ويلكم باك يا بعدي. لا سبيستون الشيخ، سسبشيوس مثير للشك. أتحداك تقولينها 3 مرات. سسبشيوس، هذا الاسم هذا ولا كرتون؟ طيب غير الحكمة الثانية عشان الله يسعدك، يعني لا تخربين البيوت. هما في 3. في 3 بس. لا في احكام، لا معلش انا ما ارضاها والله. انا اعرف انك ما ترضاها، انا اصلا حطيت لك الحكم عشان اعرف انك تسوي. لا لا مو ما اقدر اسويه. لا لا لا، انت ما ظروف ما عندك انك ما تسوي. لا 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 والله، لا والله شوفي. خليني اتكلم. انا مو ارفض الحكم لاني ما اقدر اسويه، انا ارفض اسويه. انا ارفض ولا ما مو ما اقدر، انا ارفض. وين الجمله؟ مش جالسه اتكلم بشيء فوق قدرتها العقليه بشوي، يعني خصوصا هذا اللي توني صاحيه ماني فاهم ولا نقطه. شايل اهم عزيمه عمار. ايوه يعني اقوم انا اعزم عمار بقريشاتي؟ عمار، اي عمار، دقيقة لا يكون عمارنا. عمارنا مش عماركم، عمارنا. عمار الكوفي. عمار الكوفي. في شي عمار تاني؟ في عمار خوينا. لا لا. في عمار التاجر. تاجر ابن تاجر ابن تاجر. هات احكامس، هات احكامس. دز دز اسد عشان اقول لهم انا بنتاجر 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 بنتاجر.
ما احبك بادم. والله حاليا الله يسعدك قدراتي الماديه ما تسمح لي اني اقدم لا اسد ولا اي شيء. قدراتي الماديه الان جالسه تسمح لي اشتري مكيفات، ثلاجات، طاولات، كراسي، اوكي، اما ما في ما في. ها ترى ما في حكم. لا احكمي من زين سكورنا اصلا فزت عليك تكابيس. عيب، يوم ليك ويوم عليك. يوم ليك ويوم عليك. أسمعي. جولة واحدة، جولة واحدة، حلو؟ أحكام صلخ، تكبيس ولا غير تكبيس؟ خلينا نطلع رباعي نفشخهم. مين رباعي؟ تعال. بس مو سواليف سواليف سواليف، نبغى نركز بالجولة. لا لا، جيبوا عمار قولوا له تعال دعاء تبي تجمع قريشات العزيز. جيبوا عمار. إيهاب مو طالع عندي يا جماعة والله. من وين أجيب لكم إيهاب يعني؟ أبي أعرف أنتو من وين تفهمون؟ خليني أشوف لك أنا من عندي. طلع يتعشى. عمار طلع يتعشى؟ نيف، وين نيف؟ دار ما حد طالع لي يعني. دار طبق أدولما وطبق رز وطبق كتف لحم خروف ويبي يتعشى. وش يتعشى؟ اكل المطعم كله. جولة احكام صلخ. احكام ها؟ ها؟ احكام. اكيد احكام. اسمعي بعطيك تصريح للتاريخ. ها؟ انتي باغية واحد واللي عندك ايوه على الصدام. يلا يا جماعه كلنا نروح ننزل. اذا فيك خير ايوه فوزي. اوكي كبش الدنيا. بالدبل السياره احلى. بنات كبت تبوس يا علوش، تبوس يا المروح، تبوس. هذه اخرتها جالس تبوش يا علوش. اخس اخس علوش. اذني اذني. الله خدي ذا. الله هنا خشني. جالس يبوس المروح. الله بعد خليك خليك هنا واحدة هنا واحدة واحدة. اصيدك اصيدك هون يا علوش. هنا واحدة. هنا واحدة. الله هنا واحدة. الله يسعدك يا حبيبي. بوساته ولو ساتولو. اخس لا لو سمحتي لا تغلطين على الداعمين اللي عندي. لو سمحتي اتمنى انك تتراجعي. بنات معنا. اذا صدتوا هون علوش امسكوه منك نشطوا اكتموه. استانس تكتمونه استانس. يغني لها قاتلتي ترغص حافية الغدمين. احمد جودي اسمعي. انا بسألك سؤال حلو. من متى تعرفين هذا علوش؟ ما اعرف ولا ادري عنه. هو بس يجي هون يصير يكتب لي يا حلوك يا جمالك يا بنت اجمل بنت في التيك توك. ما عمري شفت نفسها بذمتك. ايوه 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 اسال البنات اللي عندي. طلعي فضايحه خليني اتنزه بالفضايح. ايوه طلع لي قلوب 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 قلوب. جود ايوه ايوه خفيف. اي يا خفيف. زاحف زاحف. اي يا خفيف. معني ترى ما اصدق عليك علوش. انا ما اصدق عليك. ارحب عمار. سأله عن المقابلة. شفت المقابلة اصلا حتى مدحتها بالكومنت. انها ما تستاهل. والله؟ والله مدحتك. ايش ما ادري ايش كتبت. المقابلة اللي هي على شو اسمها ذي ليالينا. ايوه. مجلة ذي صح؟ ايوه. شرايك وانا رزينة؟
أنا انصدمت، أنا انصدمت. متأكدين يا جماعة هذه دعاء؟ رأيك وأنا برستيج؟ لا برستيج ما مو برستيج بس رزينة. إيش رأيك في الجلسة كده؟ لا خليني أشوف، خليني أرجع أشوف المقابلة ثواني. شكتب شكتب عشان تطلع. مقابلة دود راح تطلعوا له فضل مقابلة دعاء. تقديمة. اكتب مقابلة ليالينا بالضبط. اي لقيتها. اهلا وكذا. بس من زمان يعني انا عندي اشياء من زمان قبل حتى كنت مخرج على ذا الكرسي. شفت لك حاطيني في كرسي ميك اب ارتست. كرسي مخرجين. توك يعني ابغى اشوف المقطع من نفسهم ذولي ليالينا. ادخل صفحتهم على التيك توك. شو اسمهم على التيك توك؟ ليالينا. ليالينا كأنهم اسم شاي. منزلين مليون مقطع هذول القنابل اليوم ينزلون 2000 حاجة. اكفطوا لي. ايوه لقيتها. اي واحد في ثلاثة. اي واحد. ايوه شوفي كومنتي، شوفي كومنتي واجحديها. اجحديها تفهمين؟ اجحديها. شوفي هذه مقابلتك صح؟ ايوه. شوفي كومنتي الراقية جدا دعاء. والله يا جماعة ما عطيته فلوس. شايفتني مرتزق يا الدجاجة؟ والله يا جماعة ما رشيته. اجحديها وبكره اتمنى انك ترجعين يعني هالموقف ذا ترجعين تشوفين احد يسوي. ابشر. ارحب علوشي. جعل ما يبوس غيرك. بوساتك عسل يا علوشي. عيش البواسه. هو حده اصلا بوس. على عيني على عيني علوش. اخذ جعل ما يبوس غيرك يا روحي. الحكم الاول. ها الفصفص طال اي كامل ابي اشوفه. حلو امسكي لي حفنتين كبار من يدك. اجا علوش امسكوه اكتموه. علوش مروح. اسمع المقطع يا البواس. ما سمعت شيء يا رجال. دقيقة دقيقة الحين انت المقطع ذا وشو كنت تتكلمين فيه بسرعة؟ والله ما ادري اصلا ما شفته. لا لا ما توريني ما احب اسمع صوتي. لا 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 ثلاث سنوات انا ما احب اسمع صوتي. نزلي. ما بدي شوفوا بعدين. اسمعي بالله سؤال دعاء يعني انا الان شفت المقابلة ذي ابي اسالك سؤال بذمتك تجاوبينه بصدق. انت مسوي عمليات تجميل؟ الله يجبر بخاطرك. وشو مسوي عمليات تجميل؟ ما الدرجة تشوفوني جميلة بذمتك. ها السؤال بذمتك مسوي عمليات تجميل؟ لا والله قسم بالله ما عمري سويت عمليات تجميل. اجل بس انا ناوية اسوي منخاري. لا 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 تسوي منخاري. اسوي له كذا. لا 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 تسوي منخارك. انصحك تسوين اكثر من منخارك. سوي اكثر من عملية تجميل. كذا فاحب اسوي الجو تبع اللايف يعني ممكن تلاقيني بس لايف فاتحه انا بس خلاص كذبت كثير ما اقدر اسمع كثير يعني كثير فيجي هذا الجيش. اسمع ايوه عارفك انت الجيش. اوكي جيشي. ارحب علوشي. ارحب يا علوش. ارحب صديقي الخفيف جدا. طيب الحكم الاول يا اختي صح انفك اخدميه عادي كل يوم يسوي انقلع ما راح اسوي انفي جميل حلو اللي يشوفه يموت عليه. الحكم الاول مروحين. الحكم الاول ها وربي كلامها كذب. ادري كذابه هي علوش. قسم بالله انا من يوم دخلت التيك توك وانا احلف لهم شفت اسمع الاذان شوف الاذان ما شاء الله
على صدق صدق كلامي والله العظيم اقول طيب. لهم انا بنت يا جماعه كذابه ولا كلمه اقولها صح. شفت اداء طيب. الحكم الاول ار يو ريدي؟ الحكم الاول تاكلين حفنه كامله من شو اسمه الفصفص بكشوره. يجيني المعي الغليط. الحكم الثاني. ايوه اجلس يجيني معي الغليظ وانا انا مسكينه جالسه في البيت ما حد يدري عني اموت فطيس. طيب الحكم الثاني حلو. الحكم الثاني تعبين وجهك كامل فحم. انا ترى فزت عليكم وحكمتك. قلت لي القانون فزت علي بس ببوزات بوسات علوش المصنن ريحته اجرابات جالس. لا لو سمحتي بوساته مريحة شرابات. عيب اسكت اسكت على شفتك اصلا هو جالس يبوس وانت مسوي كذا. حبيبي علوش شفتك شفتك على دكتور من الله. طيب الحكم الثاني ها فحم على وجهك. الحكم الثالث الحكم الثالث ليش تجبرني اني اهرب ليش؟ تبين تهربين؟ ابشري بس عاد اهربي بعد شوي صلاة الفجر وربي لك يفتحك. والله ترى انا دعواتي دعوات شيبان. تعرفين شيبان؟ تعرفين يوم ام عجوز كذا رجل بالدنيا ورجل بالقبر ولدها عاق ولدها عاق ما راح يستجيب لك. الله يا رب. يعني تخيل راح تجي وتدعي الله تقول يا ربي مبارك يا حبيبي لا توفق. هذا دعاء اللي تسوي تيك توك يعني ترى تيك توك حرام ما راح يستجاب لك الله. خلاص الحكم تعتذر. يشطب الحكم الثالث تعتذري العلوش. واخر مره اقول لك دي الزمه يا علوش لا اصيدك انت وجراباتك الوسخه هون اكتمك كتمها كده. الله العظيم هذه اخره الزمن. انا اعتذر العلوش عيش البواسه. شوفي انت جالسه تغلطين بحق داعميني انا هذا الشيء ما يا عمي شو داعميني هذا داعم طفرك يحط راب عليه الديون باع الغساله عشان يبعث لك البوسات هذا. حتى لو اصلا البوسات هذه شايلها قصاط. ترى علوش له حق الرد عليك يا عمي ولا عنده حق شيء ولا عنده حق شيء. كحط راب مسكين. يا اخي يمكن علوش يجي عندك يسولف ما يبغى يدعم. يجي عندي والله الرجال ينزل اسود سيارات يونيفرسال. على ابو سوالف وش ده خالته انا عشان يجي يسولف لي خالته. والله العظيم قال لك يحب يسولف.